السلام عليكم الاخوان وصباح الخير ومرحبا بكم في هذا الكتي اللي غيكون في تيران ديال كان يوم مع تقريبا مع الوحده وكما كنشوفوا مونتي وكورسه غتكون كنظن فيها السباق غيكون نو بارتو كورسه مونتي الواحد غيكون خيول ديال ديلاكور غيكون في ديليسي تروا داميان بون ديسكاليفي الكات لويس بيتون المادموزيل ناتالي هنري غتكون عندها الخمسة فيليب بلوكان عنده السيس سبعة غيكون لينا نو بارتون موتيغ غيكون عنده عند الويت بروميير مونتي أول خطرة هاي يديرها رقم تسعود دافيد تومان كاين العشرة مارتان وكاين تيسمينو كذلك الأونز وإيكولي الثاني ديالو إنديان ديلايدو ديال هاسلوين وأخير عود هو تريز النونسيتي ديال لاكوس فيها تريز وفيها الكاب ما عنديش نكتر بزاف الخوت كاين أندو في ديليسي وكاين زوت سايدر تروا تريز ناف أونز ست ست نو بارتون لي فافوري دوز كات سانك وستيس والويت والديس هما لي دو برو لي تروا برو لي حاليا ديال لي فافوري بالنسبة للاختيارات ديالي اكتفيت بواحد سبعة ديال الخيل عشرة جوج ربعة واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة سبعة ديال الخيل عشرة خمسة ستة تلتاش ربعة حداش اتناش حاولت نركز على لي كرون نيميرو دخلت خسانك وستيس لي فافوري ديال لاكورس الكات عود نون سيتي مو تريز العود اللي تبقى ليا تما هو الرقم تسعود الا درتو لاباز ربما غادي تقدرو تزيدو داك الناف هذا ما كان اخوتي تحياتي لكم ومع السلامة.